Die Polizei eintraf, lag er bereits lebensgefährlich verletzt am Boden. Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später im Krankenhaus. Es handelt sich dabei um zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren. Beide sind tunesische Staatsangehörige. السلام عليكم خالتي مرحبا بكم معنا في هذا لافيديو جديد على قناتكم قناة مالك جرمالي. الأربعاء اللي فاتت صرات حاجة اللي كما نقولوا بزاف أثرت في الناس يعني اللي ساكنين لهنا توانسة ولا مغاربة ولا تزيرية، هو أنه واحد خونا تونسي مسكين في عمره 27 سنة مازالو صغير يعني مازالو جيل الدنيا، ضربوه زوج بالموس، ضربوه في الرياض، ضربوه في القلب، المهم ضربوه ضرب اللي ماشي نورمال قاع يتيك يعني شغل انسان اللي مفهمتش انا كيفاش يوصل الانسان يقتل الانسان بهالطريقه البشعه يعني، وتلقى واحد الاسباب. دوك نوصلوا لكل شيء خاوتي في لا فيديو تاع اليوم. وشنو لا فيديو تاع اليوم اللي علاش درتها؟ باش نحكي لكم على واش صرا، وندعيوا له السيد مسكين الله يرحمه ان شاء الله، ونحكي لكم يعني على واحد الحوايج اللي خلاو الناس توصل لهذا الشيء. اول حاجه خاوتي اللي ضربوه بالموس هادوما لقاوهم مالوريزمون توانسه يعني ولاد بلادو، ولاد بلادو حكموهم دوك راهم يعني راهم يحقوا معاهم وكلش. علاش قررت نحكي على هذا الموضوع خاوتي اليوم؟ بسك ماشي اول مره تصرا، ماشي اول مره تصرا، بسك واحد الجزائري عندها واحد 2014 2015، تانك سمعت بواحد الجزائري مسكين في النمسا، تانك كانوا قاعدين وجلسه خمر وكذا ومنا وقت عارفوا شغل الخلطه وهضره تجيب هضره، يا اخي ضربوا بكاس الكيسان هذوك اللي جو فيهم يعني طوال هكذايا، ضربوا لهنايا تانك قتلوا وهكا اسباب يعني ما عندها حتى يعني تغالبوا في الهضره ومنا. بون خاوتي حنايا دركا هاد لاشان سي ديستيني لي جان اللي راهم حابين يجيو لوروب. شوفوا خاوتي العزاز، انا راني ننصح فيكم من قلبي، بورتون هادشي رانا شايفينه في الجزائر، ولا الهضره هادي تاع الخلطه ماشي مليحه ولا وكذا وكذا، هادي كاع يتيك في البلاد نعرفوها، وبزاف ناس يعني يقول لك واش راك تحكي لي هاد الهضره انا نعرفها وماشي انت اللي جيت تنصحني وكذا. انا برك حبيت نوصلكم واحد البتي ميساج لهنا، كي تجي لوروب خاوتي، هاد الناس انت يا انسان كيما نقولوا حنا لبلاك ربي بحاجه ولا يا خويا ديرها وحدك. هاد الجمعيات وهاد القعدات وهاد الخلطه مع الناس هادو هما الاسباب اللي خليو الناس يعني تونجاجي معاك في صوالح، تقدر ماشي انت اللي تموت بصح تقدر تباصي نتايا، على بالك بلي دوك هاد العفسه هادي اللي صرات دوك يروحوا فيها بزاف عباد يهبطوهم للبلاد، بزاف عباد ما على بالهمش بهاد الشيء، عم بالهم دوك يدخلوا هادو مال الحبس اللي قتلوه ومن بعد ما يصرا والو. لا لا دوك تبان بزاف حوايج، تبان بزاف علاش قتلوه علاش كذا، شكون باع له وشكون شرا وشكون كذا، ويتجبدوا فيها بزاف عباد. دونك خاوتي انا شحال من مره نحب ندير لي فيديو على هاد الشيء، ومن بعد درت لكم خطره فيديو على هاد العفسه، وحبيت نعاود ننصحكم خاوتي كي نجي لوروب نسي يا لو كان بات برا، وما نروحش نبات عند عباد اللي نعرفهم تاع مشاكل وانت خاطيك، سورتو كي تكون انت خاطيك. الا انت يا خاطيك عندك وليد حومتك تسمع عليه غير الشر، وتسمع عليه باللي انسان يعني سراق وانسان تاع مشاكل، يا خويا نبات برا، نروح ندير اللجوء، نروح ندير اي حاجه، وما نروحش نبات عند هاد الناس مالغري كو ما راحش ياذيوك نتايا، تقدر تصرا حاجه كيما نقولوا حنايا كاشيه تاع فايس صوالح، يا يدخلوك للحبس يا كيما السيد في والله غاضني مسكين 27 سنه، واللي قتلوه تانك صغار واحد 23 وواحد 26، ودرك ويادرك كيفاش راح تكمل الحكايه هذه، وكي تلقى الاسباب تلقاهم واحد الاسباب تافهين واحد التفاهه اللي ما تقدرش تتخيلها قاعيتك. وشنو انا على بالي باللي الكاشيات والشراب هما اللي يديروا لونغاج يونغاجيو الواحد، خاطش علاش جريمة القتل كي تصرا دوكا كي واحد يقتل واحد بطريقه عاديه ويندم وكذا، شغل تقول بالك ما كانش سكران ولا، بصح كي توصل تعيد ضربه 15 طعنه ولا 20 طعنه، هذا راه ماشي في عقله اللي دارها. دونك خاوتي انا نتمنى الناس اللي رايحه حابه تجي لوروب، نتمنى خويا ما تروحش تبات عند ناس ولا ما تصاحبش ناس اللي انت يا ما همش يعني مستوى ديالك، انت انسان وليد فاميليا جامعي قريت، تخليش هاد الناس كيما نقولوا تروح تبات عندهم تباصي. خطره جا لنا واحد الجزائري، لا راهو يسمع فيا نحييك، المهم احنا ما نهضروا لا بالاسماء ولا والو، نحكي لكم واحد القصه صغيره صرات. جالينا واحد الجزائري من الدنمارك، جالينا جزائري من الدنمارك خاوتي، جالينا سلام عليكم سلام عليكم لي جان منا مليك، قاعد يقصر معانا مسكين، ما دومونداش منا دراهم والله، حكايه عندها في 2016 صرات هكذا 2016 2015، جالينا ما دومونداش منا دراهم. وشنو فهمنا حكايته؟ قال لنا انا كنت عايش في الدنمارك، اني حاب نهبط للبلاد واني حاير كيفاش نقدر نروح لمارساي، سقسي انا اسكو يقدر يحرك في الترا، اسكو يحكموه ما يحكموهش كذا. كانت في 2016 كان واحد يدور واحد القالب تاع تيكيات اونلاين هكذا، كانوا يخدموهم واحد العباد لهنا في الالمان بسومه بون بري. انا وصاحبي ديسيدينا نعاونوا هاد السيد، ديسيدينا نعاونوه، باين وليد فاميليا مسكين ومنا، قال لك حاب نهبط للبلاد، ما قدرتش انا الغربه هذيك شغل ما حبش يحكي لنا لي ديتاي،
خزرت في صاحبي انايا قال لي نشوفوا له السيد يخدم له تيكي عندها بزاف الحكايه كانوا تيكيات يخدموا رحنا شفنا له السيد قدام منا من هيك السيد قالنا غدوه ان شاء الله يوجد التيكي ديالو ويني بات ويني بات السيد ديناه معنا للدار كي ديناه معنا للدار بدا يحكي لنا دوك هضره تجيب هضره تعرفناك دا تعشينا بيا منا من هيك تزيري وليد فاميليا انسان هايل وصل وقت الصلاه حطوا لي زربيه صلى كدا منا هضره تجيب هضره قلنا له بصح انت علاش وشحال عندك تا غربه قالنا عندي 10 سنين في الدنمارك 10 سنين في الدنمارك خزرت فيها هكذا قلت له 10 سنين في الدنمارك الله يبارك علاش خليت الدنمارك الدنمارك سمعوا ليها بلاد شابه قلت له انا رحت لها عجبتني كوبناغن قال لي انا عشت 10 سنين في الدنمارك قال لي بصح شفت برا غير يومين قلت له كيفاش شفت برا غير يومين هذا باك شغل الحرت انا كيفاش هذا عاش 10 سنين في الدنمارك قال لي انا دخلت للدنمارك بالسبت زعما بالسبت قال لي بتليله في الدنمارك دخلت غدوه من داك للحبس محكمه حبس قال لي حتى البارح هذا وين جيت للالمان شو سبحان الله واش درت حبيبنا قلت له واش درت قال لي ما درت والو قال لي جيت من البلاد طلعت للالمان من الالمان للدنمارك قال لي لقيت واحد الانسان وليد حومتي نعرفه وليد حومتي وقال لي شغل المهم ما نهضروش قال لك زعما قايسها في الدنمارك وارواحهم يخصك عندي والو قال لي بت معاه الليله هذيك كي بات الليله هذيك ديجا السيد هذاك مخلطها قاعيتك عنده 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 اي حاجه ممنوعه تخايلها في راسك بلا ما نسميه صوالح المهم عنده اي حاجه تسمعها نتايا كاينه في هذيك الشومبره قانون الاوروبي خاوتي يقسم كي يلقاو عندنا كيلو انا واحد في شومبره كيما نستعرفوش في زوج تعمل الكيلو هذا الكيلو لا راح تروح عليه بعامين حبس يدو عام عامام في البلاد يعني قد ما يتقوى الناس قد ما تنقص العقوبه لانه عقوبه اشتركوا فيها بزاف ناس كيصدموا لابوليس خاوتي واش من لابوليس الكاسك والكاغول سيد كيما نقولوا حنايا جايين يديروا باركيسيسيون ليك شغل على انسان انا نقول لك الدنمارك فيها لا مافيا تحبوا تشوفوا خاوتي ضرب الرصاص في الطريق ديروا الدنمارك شوفوا في الدنمارك الخاوتنا الافارقه وشوفوا الرصاص في الطريق كيفاش ما يقول لك شوف كاين الامريكان في هاد الصوالح وكاين الدنمارك خاوتي الدنمارك الاجرام تاعها تاع السلاح وتاع كذا ما يخلصش كاين بلايص الدوله كاع ما تدخلهمش الدنمارك والدنمارك كبيره وفيها كما نقولوا احنا بزاف بلايص اللي المعيشه مليحه وناس ملاح وكلش دونك الدنمارك خاوتي انا قلت لكم الدنمارك فيها اجرام ماشي نورمال ديروا في في في, 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 في اليوتيوب بالانجليزيه بحثوا على مواجهات شوارع هكا تشوفوا الدنمارك واش فيها السيد هذا خاوتي باش ما نطولش عليكم بات مع هذا الانسان 3 تاع الصباح طرطق الباب دخلت القوات الخاصه تاع الدنمارك خملوهم في زوج السيد كيلحقوا للمحكمه دوك السيد ما عندوش كوارت عباك سورتو كي تكون حراك يديروك بك اي قضيه عباك كي تكون حراك راك شغل ديجا راك مخالف القانون تما تقول لهم جيت البارح ما يامنوكش راك عايش في الدنمارك مباليش حراك عايش سيد جاي على ربي باسبورو ما عندوش دونك تا السيد هذايا باش يبروفي بلي اصلا هو كان غير ليله في الدنمارك ما يقدرش الاخر خاوتي كي شاف اللعب راح يولي يحكيو على 20 سنه حبس قال له المحامي لو كان في زوج تدي واحد العشرة 10 ولا السيد يا اخي مسكين حصل السيد حصلوا معه ضيع له ما عباليش شحال من عام دخل بالك الدنمارك في 2007 ولا 2008 عشا خارج منها في 2016 سيد حياته كاع ضاعت ما شاف لا اوروبا لا خرج برا لا والو قال لي تعلمت غير اللغه الدنماركيه في الحبس قال لي وهذا وش خرجت من الدنمارك قال لي وما نعرفش تعلمت ما داخل الحبس قال لي ما راني حاب نشوف اوروبا ماني حاب نريح فيها قال لي ديجا خلا واقيلا وليده مسكين في البلاد قال لي دارنا ضربوا واقيلا الثلاث سنين الاولين ولا ما سمعوا عليه والو باش ما كانش يعرف كيفاش العقليه ما كانوا عنده نيميروات ما كان عنده والو السيد حكى لي حكايته على بالك وشنو حرنا انا وصاحبي هذاك حرنا وغدوه من داك راح المهم ركب الترا ديالو مانيش عارف لا راهو يسمع فيا وعرفني مالك تعبون اللي عرفنا يا خويا المهم نحييوك وان شاء الله تكون بخير ونجحت في حياتك في البلاد ولا نجحت في حاجه واحده اخرى ولا باسكو السيد دا شوك ما يعني كي كان يحكي لنا انا بقيت حال فمي انا نهار قال لي انا جيت للدنمارك وعشت فيها غير يومين حرت انا كيفاش هذا 10 سنين في الدنمارك عاش غير يومين تحير من راسك هو السيد راح في الرجلين دونك خاوتي مانيش نخلع فيكم مانيش نخوف فيكم كي يكون عندك ولد حومتك ناس ملاح ولد فاميليا مربي يا خويا الروح مبات عنده بس علاش بزاف عباد شوفوا كاين عباد يرفدك ويتهلا فيك وكلش كاين عباد ما يرفدكش وكاين عباد يرفدك ويباصيك يا خويا انا من نروح عند حتى واحد خير يا تلقى واحد انتيك خاطيه صوالح هادوما
يا وسمو بس بزاف عباد خاوتك شغل اللي بدا يسرق ويبدا يحكي لهم، يبدا يحكم واحد وليد حومته يقول له البارح ديت 30، والله غير كاع يكذبوا. هذوك تشوفوا في لي كومونتير لتحت يحكيو لكم ولاد الغربه تاع الصح، تلقاه سرق خطره في حياته 1000 اورو، خطره في حياته صلحت له سرق 1000 اورو، يبدا يجيب لك حكايات تاع الغاشي ضرب 30000 خطره ديت 50000. اخو زرغار فيه وين راه عايش؟ تلقاه عايش في وكر ما عنده والو، مسكين ما عنده والو، 5 اورو ما عندوش، ويحكي لك ديت 30000 ديت 40000 وبعت للبلاد ودرت. ومن بعد الانسان هذاك اللي جا جديد للاوروب يتاثر بهذا الهضره، يقول لك ليك السيد دار وهما ما كان والو، ريح في شبك يدير لك هذا الفيلم كاع يتيخ باش يديك تسرق معاه. ورفقاء السوء دائما يحبوا واحد لا كومباني، ماذا به كيروح يسرق ما يروحش يسرق وحده، يدي معاه انسان يباصي وليد الناس، ولا يديك كما نقولوا يدير به الطريق، يديك اش عفسه. دونك خاوتي تكون معاه في الطريق، انت انسان وليد حومتك سراق تكون معاه في الطريق، كي تكون معاه في الطريق ما راكش في امان، انت راك تدور معاه في الطريق يتلاحي يدي تليفون باسيتو في زوج، يدي جلده باسيتو في زوج، تدخلوا تشريوا الماكله انت راك حاب تشري بالدراهم هو يسرق، انت تما راك تباسي في روحك. ولا هنا انا قلت لك خاوتي كي زدو يلقاوك انت حراك اقل شيء هذا لما تداوكش الحبس على جالو راح تطيح تروح دير اللوجو، ولا على جالو راح يطيحوك وبلاك يهبطوك للبلاد على جال الحرقه كما نقولوا، مش على جال السرقه. اوكي دوك هذوما ما يظلموش، ما راحش يديوك انت يا هو سرق وانت تباصي، بصح راك راح يعني تفرش روحك، يعني انت يحكموك نار حكموك باش دير لوجوك، حكموك في كاع تاع سرقه. دونك خاوتي الله يرحم هذاك السيد خونا اللي مات، جات اوكازيو باش ننصحوا يعني ولاد بلادنا ولا كما نقولوا خاوتنا اللي يفهموا في جميع واحد يفهم في كلامي ويفهم اللغه ديالي، راني ننصح فيك الا راك جاي لوروب، يا بات عند انسان تعرفه انتك وكلش وكاع واش كاين، يا اخطيك اللي تلقاه كيما نقولوا يديك بيتك وتشوف حالته كيفاش راهي دايره. خويا مبات برا وما مباتش معاه، وجهه النظر ديالي حبيت بارطاجيها معكم. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، ملاقات الخير ان شاء الله، وربي يجيب الخير ان شاء الله. السلام عليكم.